فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك مجموعة في البر وكان البرد شديدا، ومنهم المغتسل ومنهم المتيمم، فمن الذي يقدم في الإمامة؟ يقدم أحسنهما قراءة وأفقههما في أحكام الصلاة ولو كان متيمما. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.